انا ابيع باروكات، لا شايفنا بالباروكه. اي انا 2011 لهذا يومك وين بالمتنبي. أيه. كلها تعرفني، يعني لا بي هذه اوي واحد، لا جاي اقدي، لا جاي هاي، وين اشدت وين سويت، ماكو فايده. يعني جاي يحاربون القوات الامنيه النجده. الى متى هيك؟ يعني يحاربوك على شنو؟ يعني يحاربون ياخذون قراضي. أيه؟ لو ياخذون فلوسي لا يقول لي بعد لا تجي هنا. ياخذون فلوسك؟ اي والله. ياخذوها لهم؟ والله العظيم 35,000 ذاك اليوم، ودرجن مال باروكات اخذوه من يمي. ورحت اشتكيت، رحت سويت، يا اللي اروح له يقول لي جيب لي رقم الدوريه. زين اروح احفظ رقم الدوريه؟ لا عندي تليفون ولا عندي هاي، شلون احفظ رقم الدوريه؟ زين زين. يعني لا متى هيك؟ والله صار عم تنبي؟ لا مو بالمتنبي، بالتقاطعات. يا تقاطع؟ التقاطع، التقاطع ما جاي من الكراده يم التمثال ما سعدون. زين. اي. ومناشدي سويت ماكو فايده، يعني لا متى هيك؟ الى متى محاربين الفقير؟ لا مسوي لنا راتب مثل الاوادم وعايشين. روحوا شوفوا هذول البخار، شوفوا ليش البخار، شوفوا هذول الخليج شلون عايشين، يجي من بطن امه عنده راتب محسوب له راتب. واحنا استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. بس هاي اقوله. انت وين ساكن؟ انا برشاد. اي وقبل فتره التقى بي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وعدني انه قال لي اسوي لك راتب وكل شيء ماكو. والعالم هاي منه مشي بتقاطعات، وين ما يمشي ها شطاكي كاظمي، شطاكي كاظمي، يقول لي 10 ملايين. لان خذلك كل شيء ما انطاني. اي والله كل شيء ما انطاني. طلعت انا وهاي الحجيه اللي قالت اعطاني جذو شوربه. اما سووا علي دعاوي وبالتواصل الاجتماعي نشروني. زين زين. اي زين زين. انت شنو انت معل العائله؟ اي احنا 8 نفرات. انا عايش مع الباروكه، عند والدي جريح بالحشد الشعبي. خوش. اي جريح. ما عنده راتب؟ لا عنده راتب، بس يا دوب يكفي علاجه، يا دوب يكفيني. انا هسه المعين الوحيد انا عليها. ذاك بالعيش. شو اسوي؟ الحمد لله والشكر. وهسه ما قاعد تشتغل؟ والله حاربانها صار لي اسبوعين قاعد. اليوم والله العظيم وحق هذا الله، الله شاهد عليه ورقيب. داينت 100,000 مو داينتين. طاني 100,000 وعليهم 25 يردون. عرفت شلون؟ يعني ربع. اي بالفائز. بالفائز. خذت 100 عشان ترجعها 125. 125. الله اكبر. شو اسوي؟ انا متى اسوي هاي مرات السنه اشتغل بها. اي والله. هاي باحث تو سوقت هذا. هاي باحث يبقى هدي. هاي 3,000 شوف. هم 2000 دينار. لا اروح هسه اشتغل يا دوب بلك يعني الله ما يكرموني انه ارجع فلوس العالم. الناس تطلبك؟ الناس هو هذا يطلبني، بس هذا 125. وطيت فيها سددته؟ لا بعدنا هو الباحه اخذته 100. والله صار لي اسبوعين قاعد وحق هذا الله حارضين حالي. يعني انا دوب افكر بالعائله شلون اعيشها؟ قد اخوتي بالمدارس، والدي والله العظيم والدي يجيب راتبه منه على العلاجات منه. الله شاهد ورقي. شو تسوي؟ هذا تليفون؟ تليفون ما عندي انا. هو بعته والله من سوى ابوي حادث بعته. عشان اذا واحد يتواصل وياك يساعدك شلون؟ يتواصل انا موجود، موجود بالمتنبي. كله تعرفني بالمتنبي، لا بي هذه انا بصدري اكثر شيء. شو تسوي يا استاذ؟ والله العظيم، والله العظيم مليت، والله العظيم هاي صار لي من 2011 انا اشيد، انا معوق خارج لعوجي. رحت للرعايه يقول لي والله لازم مقعد. شلون مثل كلي يلا نسوي لك راتب. رحت انا معاقي قال والله الا متزوج. زين زوج من اللي؟ حتى زوج من اللي عايش عائلتي. وانتم محاربيني؟ اي والله. شو اسوي؟ هم مناشدتي وزير الداخليه عبد الامير الشمري، رحمه لوالديك، رحمه لوالديك، سوي لنا حل. احنا البياع، انا ما اصلا ما ابيع بتقاطع، اشيل بتقاطع، انا امشي. امشي هذيك امشي من المتنبي لحد نهاية الزيونة، الله شاهد ورقي. من المتنبي لحد نهاية الزيونة.